السؤال هنا يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة، فما ردكم لذلك؟ والله كأننا ناقش السؤال. يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى غروب المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة المرض. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل، أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه ثلاث أوقات. الوقت الأول اللي قيل بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاثة مواقف، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين، في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسراء وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ضد الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل صغار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني
صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر في اليوم الثاني. في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من ظهر الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصلي للمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة، يعني غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذا قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحيي أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات، ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف بالسنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها، ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.